تحت رعاية نيافة الخبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا، احتفلت كنائس الإبراشية بالعيد الرابع لتأسيس الإبراشية، وذلك في كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام في صباح يوم السبت الموافق 17 يونيو الجاري. وقد بدأ الاحتفال بالقداس الإلهي، وتم سيامة مجموعة من الشمامسة في درجة إبزياكن بيد نيافة الحبر الجليل الأنباء أرساني. كما قام سيدنا أيضا بتعميد طفلين من أبناء الإبراشية. الحقيقة النهاردة العيد الرابع لتأسيس الإبراشية في هولندا، وكانت من ضمن الثمرات الأولى اللي البابا تواضروس وضعها في الخدمة في أوروبا. بمجرد يعني ما قدسته اعتلى العرش المرقسي، قام بتنظيم الخدمة في أوروبا، وكانت بداية بكورة عمله وتعبه أنه أسس لنا الإبراشية في هولندا. وكان لها صدى كبير جدا في نفوس الناس هنا، أن الخدمة في هولندا خدت صورة أشمل وأوسع وصورة يعني أعم وأقوى من الأول، وحدث نمو وحدث اتساع وحدث اهتمام بالخدمة وبالكنائس. بنشكر الله على عمله معانا وعلى تعبه، وبنتمنى أن دي تبقى بركة في حياة شعبنا وفي ارتباطهم بربنا وثباتهم في الإيمان ونموهم في النعمة وفي حياة الفضيلة. شكرين خالص خالص. شكرا لسيدنا، كل سنة ونيافتك طيب. وقد حضر الاحتفال جميع كهنة الإبراشية، وقد شاركت كنائس الإبراشية ببعض الترانيم، حيث شاركت كنيسة السيدة العذراء بأمستردام ببعض الترانيم والتهاني. وتسابونا في ظل احتفالاتنا بالعيد الرابع للإبراشية، تحب تقول إيه لسيدنا؟ أحب أقوله كل سنة ونيافتك طيب، وربنا فرح قلبك كتير بتعب 32 سنة، والإبراشية دلوقتي الكنائس كل شوية بتزيد، وبقى عندنا دير قبطي كبير حلو خالص رائع، بقى فيه خلوات للشباب ومؤتمرات، فربنا يعني فرح قلبه دايما بالثمر المتكاثر والبركة الكبيرة في الاتساع في الإبراشية دلوقتي، سواء اتساع الأفقي أو الرأسي. ونشكر ربنا برضو في خدمة الشباب، بقى في يعني نشاط كتير دلوقتي الفترة اللي فاتت، وارتباط كتير بالكنيسة أكتر والتسبحة ودراسة الكتاب المقدس. فربنا يبارك في الخدمة دايما بصلوات كل الناس وصلوات سيدنا الحبيب الأنبا أرساني، وبتعب الآباء الكهنة وتعب كل الخدام والخادمات. ربنا يبارك في الخدمة دايما، تبقى دايما خدمة مثمرة وتبقى تمجد اسم الله. شكرا أتسابونا. أحب أقول لسيدنا الحبيب زي النهاردة من 4 سنين استجابت السماء للصلوات وطلبات المحبين، وتم تكريم اللي استحق واللي تعب واللي أسس خدمة من سنين طويلة من سنة 85 وخدمته مستمرة لحد دلوقتي. فبحب أقول لسيدنا كل سنة ونيافتك طيب في العيد الرابع لأسقفيتك، والعيد الـ32 لتأسيس الخدمة في هولندا إلى منتهى الأعوام، ومزيد من التعب والبذل والجهد، وكلنا بنحبك وكلنا وراك، وبصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس إن شاء الله الخدمة في هولندا تكون في استهار مستمر. شكرا لتسابونا. قول لسيدنا إلى المنتهى الأعوام ربنا يخليك لينا. أنا اتمتعت بأبوته من 93
ونلت نعمة الكهنوت بإيده المباركة، وأنا فعلا ابن لي، وبقول له سيدنا أنت فرحتني وفرحت هولندا كلها، وإلى منتهى الأعوام عيد كان جميل، وكل سنة بنحتفل بأبوتك ونحتفل بقد إيه نيافتك بتبذل جهد فظيع علشان الأبروشية تبقى في نمو زائد. أنا بقول له كل سنة هو طيب، وإن شاء الله يا رب يدي لك سنين عديدة وأزمنة هادئة سالمة، وكمان يخضع كل أعداء الكنيسة تحت أرجلك سريعا، ويخضع الكنيسة كلها وتبقى أب راعي للكل. كل الناس يا سيدنا بيحبوك، وكل الكنيسة ملتفة حواليك، وبنقول لك يا سيدنا كل سنة وانت طيب، يا رب يدوم لنا كهنوتك. شكرا أسبونا. كما شاركت أيضا كنيسة ماري جرجس وقديسة ديميانا بأوتريخت في الاحتفال. كل سنة وانتم طيبين، وشكرا لقناة سي تي في، وشكرا لمحبتكم. الحقيقة النهاردة يوم احتفال العيد الرابع لتأسيس الأبرشية وتجليس سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقفنا المحبوب، والحقيقة النهاردة يوم مبهج، يوم مفرح لجميع الكنائس في هولندا، ان كل جاي يشارك وكل جاي فرحان، وفعلا كل سنة بيحصل بنلاقي تجديد ونلاقي فرحة ونلاقي حاجات جديدة في الأبرشية وخدمات جديدة. ربنا يديم لنا محبة سيدنا وأبوته، ويعيش ويعمر ويكتر. والحقيقة النهاردة يوم جميل، بنشكر قناة سي تي في انها مشاركانا النهاردة في الاحتفال، ونشكر ربنا لأجل هذه الفرحة، وربنا يديم البركة والفرحة لكل الكنائس وكنيستنا في مصر، ويبارك في كل الرعاية. كل سنة وانتم طيبين. شكرا وتسبونا. كما كانت أيضا لكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس بأيندهوفن مشاركتهم احتفال الإبرشية في هولندا بالعيد الرابع لتأسيس الإبرشية وتجليس نيافة الأنبا أرساني أسقف عليها. هو يوم بيجتمع فيه كل الكنيسة بشبابها وخدامها وخدماتها وشمامستها وأبائها، يفرحوا بعمل ربنا في هذه الإبرشية وفي سيدنا وفي كل خدمة فاتلين. وبنقول له يا رب شكرا على النعمة اللي بتديها الكنيسة من خلال أبونا الأسقف وخدمته ورعايته ومحبته لكل كنيسة ولكل شعب ولكل إنسان، وفي باستمرار عملك يخلي فيه نمو أكتر وأكتر في حياتنا في كنيسة. بنشكر ربنا على اليوم ده، وبنقول سيدنا وكل شعب الكنيسة كل سنة وانتم طيبين. دكتورة ماجي، واحنا في العيد الرابع للإبرشية، تحب تقولي ايه لسيدنا؟ احب اقول لسيدنا الأنبا أرساني كل سنة ونيافتك طيب، وحاجة تفرح من القلب خدمتك وتعبك مع الشعب كله، وبالاخص شعب أيندهوفن وابونا يوسف. بصراحة تعبت معانا وطلعت اجيال واجيال، وحاجة تفرح وتشرف يا سيدنا الى مدى الاعوام، وربنا يديك الصحة يا رب. شكرا دكتورة ماجي. من كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، كان معكم نشوى نسيم سي تي في.